نشتغل جميع مجندات جميع مكونات وفعاليات الشرطة من أجل إنجاح هذا اليوم هذا، وذلك ضمانا الأمن وسلامة المواطنين، حفاظ على الممتلكات ديالهم، على الأرواح. باش ولهذا السبب هذا راه تم تنصيب مجموعة من السدود، سدود إدارية، سدود قضائية، سدود متحركة، وكاين فرق ديال الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الشرطة، يعني الجميع معبأ باش تمر هذه السنة في ظروف جيدة. بالنسبة لفرقة المرور عندنا كنديروا مراقبة الوثائق، كذلك كنتفحصوا واش داك السيد اللي غيخرج مورا التسعود واش عنده وثيقة تثبت أنه خدام وعنده الحق يخرج مورا التسعود. اللي ما عندوش وثيقة ما كاينش لاش يخرج، يجلس حسن في دارو حتى في الدار في دارو مع وليداتو. الاستثناء اللي كاين هذا العام هذا هو ما كاين، ليس هناك احتفالات، كاين حظر التجول، كاين حظر الحظر الصحي. تم اتخاذ من اجل تنفيذ هذه المقتضيات تم اتخاذ مجموعه من التدابير على مستوى صعيد فرقه المرور، حيث تم تعزيز السدود القضائيه بمداخل المدينه من اجل الحرص على منع التنقلات ما بين المدن، كذلك تم تامين السدود الاداريه جميع محاور المدينه من اجل تنفيذ المقتضيات ديال منع التجول بعد الساعه 8 ليلا، والعمل على منع التجول خلال هذه المحاور الكبرى وتنفيذ مقتضيات الحجر الصحي. على مستوى ولاية أمن أكادير فعاليات مكونات الشرطة راه مجندة باش تمر هذه السنة في ظروف عادية، تماشيا مع تعليمات المديرية اللي كتخص منع التجوال ابتداء من الساعة 8 للساعة 6 صباحا نظرا للظروف الاستثنائية والوضعية الوبائية اللي كتمرها البلاد.